اكون عايز اوفر فرص عمل، وقلنا ان احنا نعمل ده في الصعيد ونقدر نعمل قده 10 مرات، مش 10 مرات، 20 مرة. اعملهم في الاراضي اللي مش زراعية. طب ليه؟ عشان اسيب الارض الزراعية لينا لاهالينا واللي مصر تنتج، واعمل الصناعة دي كده. واحنا محتاجين كتير قوي قوي على الاقل نلبي حاجات الناس.